سيدي فاضل، منطقة الفتاح والمنفذ المهم الذي يمر عن طريق منطقة مرتوبة ومصنع الإسمنت لا زال مغلقا إلى الآن. الطريق الوحيد التي فتحناه هي طريق الحيلة المارة بمنطقة الفتاح، وهي الطريق تعتبر هي الطريق الرئيسية الآن التي يدخل منها أهل مدينة دمنة ويدخل منها المهجرون الذين كانوا خارج المدينة. لا زال الحكماء والأعيان يتفاوضون مع من يغلقون الطريق في منطقة مرتوبة، فهم أهلها، فهم أهلنا وبني جدتنا. لازالت المفاوضات إلى هذه الساعة بيننا وبينهم. القضية ليست في الطرق، يعني دمنا لازالت تعتبر محاصرة من سيف الضحاك مغلق وطريق مرتبة مغلقة، محاصرة على الأرض ومحاصرة على الأرض من إغلاق الطرق ومن الألغام والمتفجرات والتشريكات التي زرعها تنظيم الدولة المجرم. وها نحن الآن بكل ما لدينا من قوة، شبابنا يقدمون أرواحهم وأجسادهم في فك هذه الألغام، ومن أربعة أيام دفننا 300 أخوة في 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 أحد الأكياس، تناثرت أشلاءهم ولم نجد منهم إلا فتاتة من اللحم، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يوجد لدينا لا أجهزة متفجرات ولا ملابس ولا أجهزة متطورة لتساعدنا على فك هذه الألغام، زيد على ذلك تشريكات السماء التي تقع على رؤوسنا من الطائرات. يعني ألغام في الأرض وألغام في السماء، وأهل دمنا بين فكي الرحى، لا هؤلاء راضون عنا ولا هؤلاء راضون عنا. يعني سيدي الفاضل، عندما قلت لك أن الانتصار ليس حبرا على ورق ببيانات، بل لابد أن تحتوي المدينة وأن تقدم المساعدات والأغذية والأدوية والمزمنة الطبية، بل حتى أجهزة كشف الألغام لابد أن تقدمها للمدينة. لو كنت حقيقة سيد سعد، Yeah.